جماعة الحمد لله كلبتي بقت كويسة. شوفوا أصحابي هي بقت كويسة ازاي، كل ده بسبب لأنه انت دعيت لها يعني كتير، هي دلوقتي بقت كويسة. انا دلوقتي حطلها بسلة وفراخ، يعني بقطعها لها حتت علشان هي تعبانة، المفروض تاكل حاجة تغذيها عشان الدكتور قال لي لازم تاكل عشان هي الحمد لله خفت يعني شوية كده يا أصحابي، وهي لسه طبعا يعني المحاليل في إيديها فمش هشيلها الوقت خالص لحد ما اطمن عليها. ماشي يا أصحابي، شكرا جدا جدا، انتوا يعني اللي دعتلها كتير. ماشي يا أصحابي، هي الوقت سايباها تاكل عشان يا أصحابي لو انتوا عندكم كلب وتعبان تحطوله مثلا، لو هتحطوله شربة خضار أو تحطوله بسلة أو تحطوله فراخ، بس أهم حاجة اللي ما تكونش حاجة تقيلة على بطنه، تكون حاجة خفيفة يعني. ماشي يا اصحابي، وده يكون انا مش هطول عليكم يا اصحابي، بعد بقى اما تخفي اللي هو اول وتلعب هبنزل معاكم فيديو يا اصحابي. ماشي، انا الوقت هسيبها تاكل، طبعا شايفين هي بتاكل بالراحه لان هي بطنها بتوجعها اهو يا جماعه. يعني الفيروس ده ليهم اصلا وحش قوي، ما بيخلهمش يقدروا يمشوا ولا يلعبوا ولا يقعدوا، هما بس بيفضلوا يعني قاعدين كده ما بيتحركوش. وبرضو ممكن تاكلهم بطاطس مسلوقه حلوه برضو ليهم اهو، هي مش عارفه تقعد ولا تقف. اهي اصحابي بطاطس مسلوقه اهي، حطها تاكلها برضو معاها اهو. يا جماعه هي كانت اما انا كنت عامله الفيديو اللي هو بتاعها ده، وطبعا يا صحابي لازم تبصوا تحط يعني تسلقوا البطاطس وبعد ما تطلعوها لازم تكون دافيه خالص وبعدين تحطولها. هي يعني طبعا بتاكل قليل عشان مش قادره، وانا سايباها تاكل براحتها. انا هحط لها جزر وبسله وفراخ، يعني قطع فراخ كده صغيره حتى تقدر اللي هي تاكلها حتى كده يعني عشان تخف بسرعه. ولو هي خفت بقى اعمل معاكم فيديوهات كتير وهنحميها ونسرح لها وهنعمل لها كل حاجه. ماشي يا اصحابي، شكرا جدا، وده يكون فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وما تنسوش تشتركوا في قناتي، وسلام.